اللي بعده كابتن حلمي منور قناة الأهلي، رغم ان انت زملكاوي كبير معروف طبعا، وانا بحييك وانا زملكاوي زيك برضو. هو في سؤال عندي انا عايز اقوله لك، هو انت راضي عن مسيرتك التدريبيه حتى الان يعني؟ وانا عارف ان انت مدرب الانبي وعامل معاه شغل حلو يعني، بس انا كنت عايز اسمع منك عن رضاك يعني عن مسيرتك وكده. اولا اهلا بيك زملكاوي محترم، عشان احنا هو على قناه الاهلي مفتوحه لكل الناس، وانا بقول لكل لعيبه نادي الزمالك وكل اداره نادي الزمالك اهلا ومرحبا بكم هنا طبعاً. في قناه شاشه الاهلي بالظبط كده. طبعا انا الحمد لله الى حد كبير جدا انا راضي وقانع تماما باللي انا بعمله واللي انا عملته وتاريخي في التدريب، الحمد لله انا قانع به جدا وسعيد به جدا. وانا بشكر حضرتك انك راجل زملكاوي ودخلت جميلة مع في قناه النادي الاهلي، حاجه محترمه جدا جدا يعني، وانا زملكاوي زيك وانا جوه قناه النادي الاهلي واحنا بنحب النادي الزمالك. انا عارف هو في ايه يا جماعه، فاهم.